هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من سي إم بي سي عربية. أنا الطيب عبد الماجد، هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء. كما ذكرنا اليوم، والعلاقات الاقتصادية والتجارية هي قديمة، ودولة الإمارات هي الشريك الخامس التجاري لدولة قطر. وزير الاقتصاد القطري لسي إم بي سي عربية: الإمارات هي الشريك الخامس التجاري لدولة قطر بحجم تبادل تجاري يبلغ 26 مليار درهم. شركات النفط النرويجية تجري مزيدا من الخفض في خطط الاستثمار. وفي السعودية 1.5 مليون طن فائض من مصانع الحديد. Yes, nice to meet you. Thank you. You're welcome. أهلا بكم من جديد. أشار وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم الثاني على هامش المنتدى الاقتصادي الإماراتي القطري، أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى نحو 26 مليار درهم، موضحا أن الإمارات تعد الشريك الخامس التجاري لقطر. كما ذكرنا اليوم، والعلاقات الاقتصادية والتجارية هي قديمة، ودولة الإمارات هي الشريك الخامس التجاري لدولة قطر. تبلغ أو بلغت بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2015 26 مليار، وطبعا نتطلع إلى تعزيز وزيادة هذا حجم التبادل التجاري. اليوم هنا عندنا مشاركين هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال، وكان المنتدى الأول العام الماضي في دولة قطر، واللي شهد بعض المبادرات واللي أيضا حل بعض التحديات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. المنتدى الثاني هذا أيضا نتطلع فيه إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل التجاري وأيضا الاستثمار بين البلدين. إحنا الوفد القطري هنا، الوفد يتكون من 60 أكثر من 60 شخص من رجال الأعمال والمسؤولين في الوزارتين في الوزارة. الآن هذا المنتدى راح طبعا يكمل لعرض المشاريع والمبادرات وأيضا الفرص الموجودة في كلا البلدين للاطلاع للقطاع الخاص للاطلاع عليه، وأيضا الفرصة تحديد الفرص الموجودة بين القطاع الخاص للاستثمار في هذه المجالات. من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 70%، مع خطط واضحة لتخفيض الاعتماد على النفط بنسبة لا تتعدى 20% بحلول العام 2020، موضحا أنه بضرورة إدخال عنصر الابتكار في زيادة الإنتاجية في الاقتصاد الإماراتي بنسبة لا تقل عن 5%. نعم، لقد ذكرت مسبقا بأن هناك تحديات، وهناك دول قادرة على مواجهة هذا النوع من التحديات كدولة الإمارات، إذ لا طالما كانت لدينا الخطة لتنويع الموارد الاقتصادية على مدى الأعوام 44 الماضية، وقد نجحنا في جعل مساهمة القطاعات غير النفطية تصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الذي قد لا نجده في دول أخرى. وعلينا أن نعي إلى أين نحن متجهون وكيف نتعامل مع الوضع بأكمله. وأود أن أنوه إلى أننا قمنا خلال الجلسة التي عقدناها مع الحكومة منذ 4 أسابيع بتقديم الأنظمة التي من شأنها أن تدلنا على كيفية زيادة إنتاجية القطاعات 15 في الاقتصاد الإماراتي. كما أن النفط سيتخلل هذه الأنظمة الاقتصادية بالطبع، إلا أن التوجه اليوم هو نحو كيفية تقليص الاعتماد على الموارد النفطية بنسب محددة، إذ أننا نتطلع إلى تخفيضه بنسبة 10% أخرى مع مطلع عام 2020، حيث يجب أن يسهم النفط بنسبة لا تتعدى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ليستمر تخفيض هذه النسبة في السنوات المستقبلية وحتى عام 2030، وذلك بالاعتماد على تنويعنا للموارد الاقتصادية وعنصر الابتكار الذي يجب أن يشغل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. أوضحت KPMG في تقرير يتناول سوق العقارات السكنية في دبي
أنه على الرغم من بعض التحديات التي سوف يواجهها قطاع العقارات السكنية في دبي عام 2016 وعلى المدى القصير بسبب بعض العوامل الداخلية والخارجية، إلا أن السوق سوف يشهد تحسنا في عام 2017، وسجلت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تراجعا في عدد الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال الفترة من يناير 2014 وحتى نوفمبر 2015، ولا شك أن بعض المناطق تأثرت أكثر من غيرها مع تراجع العقارات السكنية. معي هنا في الاستوديو السيد ديهارث مهيتا، الشريك ورئيس قسم العقارات في كي بي ام جي في دولة الإمارات. دعني أرحب بك معنا أولا في هذا اللقاء. وقبل الدخول في تفاصيل القطاع السكني على وجه التحديد وهو ما يحدثه تقريركم، حدثني عن الواقع الآن في هذا القطاع، كيف ترونه؟ شكرا على استضافتي. حاليا نحن قد شهدنا بعض التغيرات منذ عام 2008 في التنظيمات العقارية، وبالطبع نحن نرى بأن هذه الأسواق بالطبع تتأثر بالعوامل الاقتصادية الكلية التي أثرت بشكل واضح على قطاع العقاري، ومن ضمنها أسعار النفط. إذا ما قارناها بالأعوام الماضية فإن عام 2016 سوف تكون فعلا ليست بالأداء الأمثل، فإن مستويات المتدنية لأسعار النفط تؤثر، وانخفاض أسعار العملات إن كانت اليوان، الروبل وغيرها من العملات مقابل الدولار الأمريكي، كلها بالطبع تلقي بتأثيرها على القدرة الشرائية. نحن نعتبر بأن هذا سيكون على المدى القصير فقط، ولكن لدينا العديد من العوامل المؤثرة إيجابيا برأينا على المدى البعيد، وبإمكانها أن تفيد أسواق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصا في دبي. هل هناك في مناطق في دبي تشهد تراجع دون الأخرى، بمعنى أن هناك بعض المناطق قد لا يطالها أي نوع من التغيير رغم كل هذه المؤثرات؟ لدينا بعض المناطق التي دائما تكون جذابة بالنسبة للمستثمرين العقاريين، وبالطبع هذه المناطق إن التباطؤ فيها وتأثير التباطؤ فيها كان محدودا، وقد تمكنوا من أن يحافظوا على قيمة الإيجار. مثلا وسط المدينة داون تاون لطالما كانت من بين المناطق التي بقيت قيمتها الإيجارية مرتفعة، ولكن بالطبع داون تاون وسط المدينة قد تمكنت بالطبع أن تحافظ على وضع مستقلة عن المناطق الأخرى. وأيضا بالطبع نحن نعتبر بأن هذه الأسعار كانت قد انخفضت في المارينا بين 10 و13%، ولكن بالطبع أن قيمة الإيجارات تمكنت من أن تكون مستقلة عن قيمة المبيعات، وأن قيمة الإيجارات مقارنة بالأسعار ما زالت ب7 و7.5%، وبالتالي العوائد على هذه الإيجارات جيدة جدا في هذه الأوقات. أسعار النفط لا شك في أنها مؤثرة في ثقة المستثمرين بطبيعة الحال، ولكن بالرجوع إلى تقريركم نجد أن هناك في المقابل عوامل أخرى داعمة لهذا القطاع، ما هي؟ إن الاقتصاد في دبي غير مبني على النفط، وحتى إن السوق في دبي بالطبع يعتمد على الخدمات، ولدينا تأثير كبير للاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوافدين المملكة العربية السعودية والمستثمرين من روسيا، فبالطبع هذه الاقتصادات كانت بدورها قد تأثرت بأسعار النفط، ولذلك تتأثر دبي بشكل عام. إذا ما نظرنا إلى التغييرات التنظيمية التي أجرتها الحكومة في المجال العقارات منذ عام 2008 قد ساعدت بشكل كبير على الحفاظ على الاستقرار في أسواق في دبي. بإمكاننا أن نشير إليها مثلا وضع السقف للرهونات العقارية، كانت من بين الإصلاحات الرئيسية التي قام بها القطاع المصرفي، وقد ساعدت سوق العقارات لتفادي أي انخفاض أو أي هبوط في الأسعار في سوق العقارات، وذلك من خلال وضع مثلا رسوم
الخصومة تحوليها ب 4%، هذا بالطبع قد قلص من المضاربة في الأسواق. عندما نحاول أن ننظر مثلا بالنسبة إلى رسوم نقل الملكية وبالنظر أيضا إلى الاقتصاديات الأخرى، إن دبي دون أدنى شك ما زالت عند المستويات المتدنية لانخفاض هذه الأسعار، أسعار تحويل الملكية. فإن المستثمرين يعتبرون على نسبة 4% نسبة قوية أو مرتفعة، ولكن في نهاية المطاف إن المستثمرين في مجال العقاري عليهم أن يدركوا أنه هناك قيمة وراء هذه الاستثمارات التي يقومون بها، وبإمكاننا القول أن نشتري ملكية ونقوم بيعها بعد 6 أشهر ونحاول أن نحقق رأس مال كبير منها، ولا أي سوق ناضجة بإمكانها أن تقدم لك هذا العائد من الاستثمار. إذا قارنا هذه السنوات بالسنوات الثلاثة والأربعة الماضية وهذه هذه الإجراءات والإصلاحات، نعم هذه إصلاحات تنظيمية قد أتت بالتأثير الإيجابي على الأسواق. إذا ما عدنا إلى المقارنة بعام 2008 حينما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية، أن التباطؤ كان أكبر بكثير مقارنة لما نشهده اليوم. وفي عام 2014-2015 أن هذا التباطؤ لم يكن كبيرا جدا، ونحن شخصيا نعتبر بأن هذه التغييرات في التنظيمات والإجراءات التنظيمية قد ساعدت كثيرا في تخفيض المضاربة في أسواق العقارية. عندما تتحدثون في هذا التقرير، هل تستصحبون معكم الاستثمار في البيع والشراء وحتى الإيجار؟ نعم، كما سبق ذكرت بأن قيمة الإيجار ما زالت جذبة، ولدينا أسباب وراء ذلك. عندما تكون أسعار العقارات قد شهدت استقرارا أو ربما انخفاضا طفيفا في سعر المبيعات في السنوات الماضية بين 10-15% انخفاض، فإن هذا الانخفاض بالطبع لم يكن كبيرا ولم يشهد على لم يحصل على مستوى الإيجار، أي بما معناه بأن قيمة هذه الممتلكات العقارية بإمكانك أن تحصل على عائد على استثمار جيد بين 7-8% كما سبق وذكرت، وهذا بالطبع يعتمد على أي جيوب تستثمر فيها وفي أي مناطق تستثمر فيها. بالطبع نحن نعتبر بأن هذه الأصول والعوائد على هذه الأصول والاستثمارات دائما تكون صافية للمستثمرين بعد أن نكون قد اقتطعنا منها كلفة الرسوم التي يتم سدادها للمطورين. كاستثمار في دبي حتى في عام 2016 يمكننا أن نقول بأن هذا الاستثمار ما زال جذابا كسوق عقاري في دبي. إذا ما نظرنا إلى التوزيع الجغرافي لدبي في هذه المنطقة، وهذه المنطقة التي لديها بالطبع منطقة الشرق الأوسط لديها تحديات جيوسياسية، فإن دبي ما زالت ملاذ آمن، فكل من يأتي لمنطقة الشرق الأوسط دبي تصبح بالنسبة له أول مركز يقوم فيه بأعماله ويبني فيه مكاتب، فإن دبي تمكنت من أن تحافظ على مركزها في هذه المنطقة. هل من المتوقع أن يستمر الإيقاع بذات الوتيرة بذات الشكل في هذا العام 2016؟ بالنسبة إلى عام 2016 وأخذنا بالاعتبار العوامل الماكرو اقتصادية الاقتصادية الكلية، فإن الاقتصاد الصيني دون أن شك يشهد تباطؤا وليس بأدائه أداء جيدا. إن أسعار النفط هي عند مستويات $30 وأقل من $30 وأعلى بقليل، ودون أن ننسى أيضا أن بعض العقوبات التي قد تم رفعها عن إيران بدورها قد تؤثر، ولكن إن التأثيرات كل هذه سوف تستغرق بعض الوقت كي تبان على الأسواق وتؤثر على الأسواق. بالنسبة إلى عام 2016 أخذين بالاعتبار كما سبق وذكرت هذه الحالة حالة عدم يقين للسيناريو الاقتصادي الكلي، فنحن ما زلنا في مرحلة الترقب، انتظر وترقب، وهذا بالطبع سوف يقود الأسواق إلى ربما حالة من الاستقرار. نعم، إذن هو الترقب والانتظار، لكنكم استبقتم ذلك وذكرتم أن العام 2017 سيشهد تحسن. على ماذا بنيتم هذا الافتراض؟ إذا ما عدنا تاريخيا، إن أسعار النفط نحن نعتبر أنها على الرغم من أنه قد استغرق وقتا لكي تعود وترتفع، فبالطبع لن تبقى عند مستوى $30، ولكن مع هذا المستوى المتدني بإمكانها أن تساعد الأسواق الناشئة، ولكن علينا أن ننظر أيضا لما يحصل على مستوى العملات. إذا ما مثلا نظرنا للإسترليني واليورو وحتى المستثمرين من الهند وأيضا العملة الهندية أيضا تشهد انخفاضا، فبالطبع أن هذا الانخفاض لن يكون مستداما. أضف إلى ذلك مع اقتراب من أكسبو 2020، فبالطبع سوف تنطلق العملية الكبرى لأكسبو 2020 بعام 2017، ولذلك عام 2017 سوف نبدأ التحضيرات لمعرض أكسبو 2020، وهذا بالطبع سوف يعني بأننا سوف نشهد المزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل وارتفاع نسبة عدد السياح وتحسن
القطاع السياحي. هذه كلها عوامل دون أدنى شك ستكون إيجابية وتأتي بتأثيرها الإيجابي على سوق العقارات في دبي. ولا ينبغي أن ننسى أيضا المشاريع والمبادرات التي تطلقها دبي. هذه المبادرات التي تتقدم باستمرار وهذه المشاريع التي بدورها بإمكانها أن تخلق لنا هذا الشعور الإيجابي العام. إنها فقط مسألة وقت، علينا أن ننتظر مدة 12 أو 15 شهرا كي نرى فعلا هذا التأثير الإيجابي في الأسواق. جيد. السيد ديهارث ميهتا الشريك ورئيس قسم العقارات في KPMG في دولة الإمارات، أنا شاكر لوجودك معنا في هذا البرنامج. إذن كانت هذه هي سياحة وقراءة في جلسة الأعمال اليوم لملف العقارات السكنية في دبي. بعد الفاصل، كيف تساعد الصين العمالة المسرحة؟ الجواب بعد قليل. أهلا بكم من جديد. اشترت بي بي 1.5 مليون برميل من المكثفات تحمي الإبريل نيسان، وذلك في خطوة نادرة لشركة النفط العملاقة، وكان الشراء على شكل شحنتين حجم 1.5 مليون برميل من شركة التزويق القطرية في مزاد وشحنة مماثلة قبل ذلك. أجرت شركات النفط النرويجية مزيدا من الخفض في خطط الاستثمار لعام 2016، وهو ما يضعف عملة النرويج الكرونا ويعزز التوقعات لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر القادم. وتخطط الشركات لإنفاق 16 مليار كرونا على أنشطة التنقيب هذا العام، انخفاضا من 21.5 مليار كرونا توقعتها في نوفمبر تشرين الثاني، ويشكل ذلك هبوطا قدره 44%. حافظت شركة الخدمات النفطية الفرنسية تكنيب على توزيعاتها للأرباح بعد تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع في الربع الأخير من 2015، إلا أنها لا تتوقع تغييرا جوهريا في أولويات عملائها في قطاعي النفط والغاز. وارتفعت إيرادات تكنيب المعدلة خلال الربع الأخير من 2015 بنسبة 11% إلى 3.118 مليار يورو، فيما ارتفع صافي الدخل 27% إلى 102 مليون يورو. لا تزال مطالب مصنعي الحديد مستمرة في السعودية للسماح لهم بفتح الباب أمام التصدير للخارج، لا سيما مع وجود فائض الإنتاج المحلي الذي يقدر بنحو 1.5 مليون طن، ويضاف إلى ذلك مطالب بحماية المنتج المحلي عبر فرض رسوم جمركية. السعودية بين أكبر الدول الإسلامية في حجم الأوقاف وقيمتها، إذ تمتلك البلاد نحو 120 ألف وقف ما بين بئر ونخلة ومزرعة وعقار، إضافة إلى المؤسسات والشركات الوقفية التي يقيمها رجال الأعمال. وفي ذات السياق ناقش ملتقى الأوقاف الثالث في الرياض قضايا تطوير الأوقاف والاستثمار الناجح فيها، كما ركز الملتقى على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. الوقف مرتبط بالمال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، والأصل مال والثمرة مال. وكما قلنا في عدة مرات وجلسات بأن أهل الاختصاص هم أدرى بما ينجح اختصاصهم، فالوقف المعني به ذو اليسار ذو المال. كما أكد المسؤولون والمتخصصون في ملتقى الأوقاف على أهمية الأنظمة والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع، وعلى رأسها إقرار الهيئة العامة للأوقاف ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك نظام الشركات الوقفية والشركات غير الربحية، وهي أنظمة جاءت بعد مطالب عديدة واستجابت لها الجهات المسؤولة. المملكة من أكثر الدول اللي بالفعل بدأت يعني مبادرات الوقف تنتشر، وهذه الحقيقة جزء من ثقافتنا. من هنا احنا في غرفة الرياض
بدأنا إنشاء لجنة الوقف وعملنا هالمنتديات بدراسات موثقة بتوصيات محددة، ونحمد الله ونشكره. كل توصياتنا اللي رفعناها بالأول في المنتدى الأول والثاني حقيقة أهم توصيات نفذت. ويقدر حجم قطاع الأوقاف في المملكة بأكثر من 500 مليار ريال، وبعوائد يقدر معدلها ب5% سنويا. تحديات متعددة تواجه قطاع الأوقاف السعودي بحسب الخبراء والمتحدثين في الملتقى الثالث للأوقاف، وعلى رأس هذه التحديات وجود نظام خاص للمؤسسات والشركات الوقفية، والتي وعدت به وزارة التجارة وأكدت بأنه سيرى النور في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة. عطل الشمريسي، إم بي سي عربية، الرياض. انخفضت موجودات البنوك العاملة في قطر بنحو 1.5 مليار ريال حتى نهاية يناير 2016 على أساس شهري، لتستقر عند 1.119 مليار ريال، بينما سجل دين العام المحلي رقما جديدا متجاوزا 361 مليار ريال قطري، مدفوعا بارتفاع القروض المقدمة للقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال. انخفاض طفيف وبنحو 1.5 مليار ريال قطري طرأ على موجودات البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر كانون الثاني يناير مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، لتستقر الموجودات عند 1.119 مليار و200 مليون ريال، وذلك بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، والتي أظهرت أيضا انخفاضا في ودائع البنوك لدى المركزي إلى مستوى 33 مليار و400 مليون ريال، وكذلك انخفاضا في ودائع الحكومة والقطاع العام لدى البنوك المحلية بنحو 14 مليار ريال إلى 195 مليار ريال قطري، وذلك خلافا للقروض الحكومية والقطاع العام التي ارتفعت بنحو 8 مليارات و700 مليون ريال إلى 247 مليار ريال، وأدت إلى ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 361 مليار و200 مليون ريال، على الرغم من انخفاض رصيد السندات وأذنات الخزينة الحكومية بنحو 3 مليارات و100 مليون ريال إلى 114 مليار و300 مليون ريال قطري. القطاع الخاص، وارتفاع في حجم الودائع بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 348 مليار ريال، وانخفاض لافت في كتلة قروضه والتسهيلات الائتمانية بنحو 4 مليارات و400 مليون ريال لتصل إلى نحو 410 مليارات ريال، من بينها 116 مليار ريال قروضا استهلاكية و122 مليار ريال قروضا عقارية. خارجيا، انخفضت استثمارات البنوك العاملة في قطر في الأوراق المالية بمقدار 400 مليون ريال إلى 21.5 مليار ريال، كما انخفضت موجوداتها لدى بنوك خارجية بمقدار 7 مليارات و100 مليون ريال لتناهز 74 مليار و300 مليون ريال، في حين ارتفعت قروض البنوك القطرية لصالح بنوك خارجية بمقدار 800 مليون ريال لتصل إلى 88 مليار و700 مليون ريال، إلى جانب ارتفاع مطلوباتها من بنوك خارجية بمقدار 6 مليارات و100 مليون ريال إلى 187 مليار ريال قطري. تعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان، أي ما يعادل 15 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، لإعادة توزيع العمال الذين جرى تسريحهم في إطار مساعي الصين للتصدي لمشكلة الإنتاج المفرط في قطاعات مثل الصلب. وتعتزم الحكومة إغلاق مئات مما يطلق عليها شركات شبحية، وهي الشركات التي تسجل خسائر في قطاعات متعثرة وتبقي عليها الحكومات المحلية في محاولة لتجنب خسارة وظائف وارتفاع الديون السيئة. حثت إير فرانس كي إل إم مصر على الإفراج عما يصل إلى 100 مليون جنيه مصري كإيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك.
وتعجز إير فرانس كي إل إم عن تحويل الإيرادات إلى خارج البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول، وتعد بالنسبة للشركة مشكلة بالغة الخطورة لأن كل الإيرادات عالقة في البنوك. أشكر حسن متابعتكم لجلسة الأعمال لهذا اليوم. تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج، تقبلوا تحيات المنتج علي فتوح ومخرج هذه الجولة سلمان زين الدين. تحياتي والفريق العامل، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. أكثر مشهور في الهندسة والبث، تابعونا دائما على مواقعنا الإلكترونية يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتويتر وcnbcarabia.com. في أمان الله. هذا البرنامج برعاية زين.